شباب، يسعد اوقاتكم. من وين ما بتتابعوني، اطلب الاخ مصطفى الخرسه بده كيف بنعزف الربابي بايقاع العرب وشو التشريق تبعه. شباب، التشريق اول شيء احفظه، ولا اقول لكم راح فرجيكم انا كيف مشرق عشان ما حدا يسالني. شباب، انا مشرق هيك، تمام؟ يعني الفادي ياز ناقص 35، اوكي، حطيتها ناقص 35 وبنحط التشريق عليها، اوكي، ومنشرق الفا ومنشرق اللا. اللا مبيني قديش، ناقص 30، والفا ناقص 40. هاي التشريقة شباب. نرجع للفيديو. إيقاع عرب، سرعة، لشوف قديش حطت السرعة أنا. صوت ربابي شباب، صوت الرباب اللي عندكم استخدموه. السرعة 76 شباب، إيقاع عرب، هاد الإيقاع. شباب، مثلا الواحد بيحكي يا ابو سنون الذهب، اسمعوا كيف تطلع معه، ولا يا ابو سنون الذهب، يا ابو سنون الذهب. هيك شباب كمان. شباب هلق بحكي جوازوني صغيرة، بشيل التشريق عن الفا، بس عم بحكي كيف برد ورا بالربابة، يعني حكى استقر هون، صح المطرب مزبوط، منلحقه هيك، بنستقر على نفس العلامة، يا منطلع ثلاثة يا مننزل ثلاثة حسب الكلمات.
هاي الحركة شباب كمان انتبهوا. في ناس كتير ما بتعرف كيف عم تطلع هاي الحركة هيك. في كمان شباب هاي الحركة. شباب لها الحركة. شباب كذا مرة مشان تعرفوا كيف عم تنعزف مزبوط. شباب كمان في حركة منشيل التشريق عن الفاديز تمام؟ بس عم بحكي باطل باطل باطل. شباب كمان هاي الحركة انتبهوا. شباب كمان في حركة بصوت مش صوت ربابي بهذا الصوت. بنزيح البيتش على الأخير بس نوصل على الصول. We'll be right back.
كمان هيك شباب. كمان هاي الحركة رائعة. في هالهركة شباب بس يوصل لهون بضرب البيتش نقرة صغيرة على اليمين، يعني بس يوصل هون على السول بضربه نقرة صغيرة للبيتش على اليمين. كمان مشهورة شباب، هلا ما بيشرق شيء، بيشيل تشريق عن كل شيء. اوكي بس وصل هون بزيه البيتش على اليمين، وش على الاخير على النص على اليمين. في هاي الحركة شباب كمان Yeah.
شباب كمان في تشيلي على مقام صبا زمزم، تمام. ناقص 2 ترانسبوز، ايقاع كتاكوفتي، السرعة 102، صوت ربابي 102 السرعة، ناقص 2 ترانسبوز. اوكي شباب، يا شباب شباب. تشيلات شباب على إيقاع العرب، إن شاء الله يكونوا عجبوكم. إذا عجبوكم شباب اعطونا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، واكتبونا بالتعليقات شو بتكون، وإن شاء الله ما مقصرة مع حدا مثل ما عم بتشوفوا. تحياتي للجميع.